لا زال موضوع كريستيانو رونالدو يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة إدارة المانشستر ما زالت تصر على أن رونالدو ليس للبيع، بينما هنالك الكثير من الأخبار الأخرى المتداولة تشير إلى أن كريستيانو يريد الرحيل نحو فرق معينة تشارك في دوري أبطال أوروبا. وأشارت أيضا الأخبار أن رونالدو ووكيله لم ينفوا أي من هذه الأخبار. نشوف آراء الناس بهذا الخصوص تحديدا دول مواقع التواصل الاجتماعي العراقي. من تويتر: رونالدو ضيع نفسه منذ خروجه من ريال وهو تائه، لو قبل براتبه الذي كان عليه في ريال لما كان هذا حاله، ولكن كريس وسوس للشيطان بأنه ريال من دونه ولا شيء، والحقيقة أن الريال من صنع كريس. يكفي إعلام مدريد المساند له تجعله في القمة، ولكن كريس ضيع نفسه والآن واضح أنه نادم. وأكيد مشاهدين مستمرين بأخذ التعليقات على هذا الخبر المتداول وتعليق آخر. التعليق أيضا من تويتر من أمجد: من حق رونالدو أنه يفكر بأرقامه، ومن لن يفعل لو وضع نفسه أو وضع نفسه مكانه، لكن خروجه بعد موسم واحد سيظهر بمظهر لا يليق به، سيبقى لسببين: أولا لا أحد قادر على تحمل تكلفته، والقادرين تعاقدوا بالفعل مع لاعبين يرونهم أنسب لمشاريعهم على المدى الطويل، ثانيا ليس هنالك عروض حقيقية من أجله. وتعليق آخر مشاهدينا على هذا الخبر المتداول، التعليق أيضا من تويتر من محمد أحمد: هذا صلب الموضوع، انتماء لنفسه، يفكر بنفسه، راح كل الأندية ما حد وقع معه، رجع على يونايتد، المصيبة أنه أغلب جمهور اليونايتد ضده، ويقولون يعني بتصرفه هذا قلل من قيمة النادي وتأريخه. مشاهدينا تعليق أخير على هذا الخبر المتداول، تعليق أيضا من تويتر: رونالدو ووكيله يبحثون عن نادي وملتزمون الصمت، وإذ تعذر الحصول على النادي سيقول لم أكن أريد المغادرة، وكانت مجرد إشاعات.